السلام عليكم وأهلا بكم في فيديو جديد وفي معلومة جديدة. بنكمل مع بعض حل الامتحانات العامة على المنهج اللي موجودة في آخر كتاب بيت باي بيت سنة 6 ابتدائي الترم الأول 2024، ومعانا النهاردة الامتحان الخامس. هتلاقوا في صندوق الوصف شرح المنهج بالكامل من كتاب بيت باي بيت وحل كل التدريبات العامة وكمان شرح المنهج من كتاب المعاصر. ونبدأ مع بعض. Activity 5 الامتحان الخامس. Listen and write T2 or F4. استمع واكتب T لو الجملة صح or F لو الجملة خطأ. نص استماع، اكتب True False. في طبعا تعديل في شكل الامتحان. السؤال الأول بقى listen، ولكن listen and choose، استمع واختار. لكن هنكمل حل بقى الامتحانات عادي، وبعد كده ننزل الامتحانات بالمواصفات الجديدة. نسمع ونحل. I made a salt do yesterday at art class. I bought the ingredients from the supermarket near our school. I used salt, flour, and water. I stirred the mixture and took it home. And put it in the oven on a low temperature. يبقى انا راجع عملت عجينة الملح في حصة الموسيقى طبعا فولس، اللي في حصة الرسم السوبر ماركت جنب المدرسة ترو، خدنا الخليط للبيت ترو، احنا حطينا عجينة الملح على درجة حرارة مرتفع طبعا فولس، قال لي على درجة حرارة منخفضة، هنا هاي لكن في نص استماع كان لو. سؤال تاني. Choose the correct answer، اختار الإجابة الصحيحة. نادر and وليد نقط my friends last year. last year السنة اللي فاتت ده ماضي. عايزين كانوا أصدقاء السنة اللي فاتت، يبقى where. is و am دول مضارع، was where ماضي. طب ليه يا مستر where؟ عشان قال لي نادر وليد جامع، ومع الجامع بحط وير، مع الاسم الجامع بحط وير. بيج 293 صفحة 293. داليا is not she is intelligent هي ذكية and good at school work وجيدة في العمل المدرسي، يبقى clever شاطرة. I went not biking in the desert yesterday، يبقى أنا ذهبت للكواد بايكينج، ركوب دراجات رباعية الدفع في الصحراء أمس. We invited احنا عزمنا many نقط to my birthday party، يبقى many guests العديد من ايه guests الضيوف لحفل عيد ميلادي. We need some نقط to make candles wax، محتاجين بعض الشمع عشان نعمل ايه candles شمع خام عشان نعمل شمع. We need نقط lemons for the recipe، lemons هتبقى a few lemons، هنا lemons تعد يبقى قليل للعدد، قليل للايه للعدد، افيو قليل للعدد. ماي فريند صديقي ايت سام كيك اكل بعض الكيكه، نقط ماي بيرثدي اون اون بتيجي مع بعض المناسبات زي في عيد ميلادي. اي دونت جو تو سكول لا اذهب الى المدرسه اون فرايدي يوم الجمعه، يبقى اي اكيد نيفر انا لا نيفر بتساوي دونت جو. اي نيفر جو تو سكول اون فرايدي، نيفر بتساوي دونت انا لا اذهب يوم ايه الجمعه. السؤال التالت توصيل هو اتلغى، ولكن احنا بنكمل باقي الامتحانات. اذا انت ماتش اقرا واصل. مستر سمير از ذا تيتشر هو المدرس، هو نعتبره اختياري يبقى مع المدرس بحطه. هو رانز ذا فوتبول كلاب الذي يدير نادي كره القدم. سكالبتشرز ار التماثيل المنحوته بتكون are art made from stone هي فن مصنوع من الحجر. I like most types of fruit بحب معظم أنواع الفاكهة. but ولكن تعبر عن التناقض. but I don't like mangoes بس ما بحبش المانجا. can I borrow your phone please ممكن أستعير تلفونك لو سمحت. can I borrow your phone please. السؤال الرابع قطع عليها أسئلة، نقرأ القطع ونترجمها ونحل الأسئلة. سؤال مهم جدا. هانز ليف اون ا فارم يعيش الدجاج في المزرعة. زي ليف ان سبيشال هاوس بيعيشوا في منزل مميز منزل خاص. ذيس هاوس البيت ده
is made of wood مصنوع من الخشب or mud أو حتى من الطين. Hens make nests تصنع أو يصنع الدجاج أعشاش from straw من القش. The nests are small الأعشاش دي صغيرة strong قوية and warm دافئة. The nests keep their eggs safe الأعشاش دي بتخلي الدجاج آمن. Each hen كل دجاجة lays one egg every morning بتبيض بيضة كل يوم الصبح. The eggs can be white ممكن يبقى لونه أبيض or brown أو لونه بني البيض. Each day كل يوم the farmer picks up the eggs بيلتقط البيض يعني الفلاح كل يوم بياخد البيض أو بيجمع البيض pick up يجمع. He puts the eggs بيحط البيض into a basket في basket. He sells them at the market بيبيعهم في السوق. Fresh eggs are delicious البيض الطازة لذيذ. We all like eggs كلنا بنحب البيض. They are very useful مفيد جدا for our health لصحتنا. يبقى البيض مفيد جدا لإيه؟ لصحتنا. أسئلة القطعة النوع الأول choose اختار. The nests يعني الأعشاش are made of مصنوعة من ميت المعدن لا طبعا straw القش paper الورق لا clothes القماش لا. The eggs can be white and brown البيض ممكن يبقى لونه أبيض أو لونه إيه بني. بيج 294 صفحة 294. النوع الثاني من الأسئلة على القطع answer أجب. Why do hens make nests ليه الدجاج بيعمل أعشاش؟ هتبقى to make عشان يخلوا their eggs بيضهم safe بأمان. Where can the farmer sell the eggs أين يستطيع الفلاح أن يبيع البيض؟ At the market في الماركت. السؤال الخامس أكمل. Keep يربي أو يحمي close مخالب calm هادئ وسوفت ناعم. Cats are my favorite animals القطط حيواناتي المفضلة. They are beautiful هي جميلة with soft fur بفر وناعم which is nice to touch يعني جميل الملمس. They are clean and calm حيوانات نظيفة وهادئة animals. They are usually friendly يعني هي ودودة. It is true that cats have sharp claws صح ان القطط عندها مخالب حادة and teeth واسنان but they only use them بس فقط بيستخدمون when they are scared لما يكونوا خايفين. السؤال السادس reorder رتب عشان المكان هالرقم لكن انتوا اكتبوا. He went to China a year ago هو راح إلى الصين منذ سنة. Where did you find your books أين وجدت كتبك؟ We usually إحنا عادة invite بنعزم our friends أصدقائنا in parties في الحفلات. She went to هي ذهبت إلى the library إلى المكتبة last week الأسبوع اللي فات. السؤال السابع إيميل طبعا قريبا هنشرح الإيميل النهاردة أو بكرة عشان عندنا امتحان المهام هنشرح البيوغراف والإيميل والمدونة والمفكرة والرسالة النصية إن شاء الله. بيج 295 صفحة 295 بنك تويد علامات ترقيم. Can I ask you a question please طبعا كان هنا السي لازم تبقى كابيتال اي كابيتال خلاص. ممكن اسالك سؤال بليز قبل بليز بحط كوما في النهايه سؤال علامه استفهام. اي ونت هنا الاي كابيتال. اي ونت انا ذهبت الدبليو كابيتال تو الكسندريه الاسكندريه ويز ماي فاملي مع عائلتي يبقى فول ستوب. دي جملة عادية. طبعا في سؤال تم إضافته اللي هو تصحيح الخطأ في الجرامر هننزل مراجعة كاملة عليها هتلاقوها
على القناة إن شاء الله. الامتحان السادس، السؤال الأول listen and complete، استمع ولكن استمع وأكمل، نسمع ونكمل. داليا، منى and نهى are friends. Today is Dahlia's birthday. They're decorating the birthday cake. They decorating the birthday cake. They have candles for it too. Noah is sending the email invitations. السؤال الثاني، choose the correct answer from A, B, C, or D. اختار الإجابة الصحيحة من الأربع اختيارات. What Muat Amr's plans for this week? What؟ طبعا M ما تنفعش. هنا خطط عمر هذا الأسبوع يعني مش ماضي. طب الخطط مفرد ولا جمع؟ جمع. يبقى What are، يبقى ركز في الفعل، هنا المقصود الخطط. What are Amr's plans؟ إيه خطط عمر هذا الأسبوع؟ ما ينفعش أقول إيه. I need Muat to clean my teeth. محتاج ايه عشان انضف سناني؟ محتاج معجون سنان، يبقى توث بيست. هاني يوجوالي Muat to school by bus. هاني يوجوالي جوز مضارع بسيط، هاني ده مفرد بحط الفعل اس او يس او اي اس، هنا اخر او حطينا اي اس. طب امتى بختار جو؟ مع اي وي وزي ودونت دي نفي. هاني يوجوالي جوز اتس هيلبفول من المفيد تو Muat داون ليست، يبقى to write down ان انت تكتب قايمة of what you want to do، عن اللي انت عايز تعمله. Were you at school yesterday؟ هل كنت في المدرسة امبارح؟ Yes I was. ايوه. L and not studies old objects، بيدرس الاشياء القديمة. That they find under the ground، بيلاقوها تحت الارض. يبقى archaeologist عالم اثار. Archaeologist يعني ايه؟ عالم اثار. I didn't give my friend، أنا ما عطيتش صديقي أي من الكتب. any في النفي والسؤال. any books، أي من الكتب. he has enough books، عنده كتب كفاية. my neighbor Gary is very not، he is worried about talking to people، الآن إن هو يتحدث مع الناس. يبقى shy، shy يعني خجول، shy يعني خجول. السؤال التالت وصل. I am hanging up، انا بعلق. ذا ستريمرز هيجي نفس السؤال بس في صورة بقى اختيارات، رتب شكل بس السؤال اتغير لكن المعلومات واحدة. انا بعلق الاشرطة الملونة for my sister. I am studying hard، انا بذاكر بجدية for my exams، عشان خاطر الامتحانات. he was how was how was your trip، كيف كانت رحلتك. do you like riding on the roller coaster at the theme park، هل بتحب تركب قطار الملاهي في حديقة الملاهي؟ كان في واحدة زيادة عشان ايه؟ عشان يلخبطنا. page 296، صفحة 296، قطع عليها أسئلة. my name is خالد، اسمي خالد. my birthday is the most special day، عيد ميلادي هو أكتر يوم مميز in my life، في حياتي. I love my birthday، بحب عيد ميلادي. when my parents give me gifts، لما والدي بيدوني هدايا. on that day، في ذاك اليوم. This year، هذه السنة، I got a pie skill، حصلت على درجة for my birthday. And it is the best gift، ودي أفضل هدية in my life، في حياتي. My birthday celebration، احتفال عيد ميلادي، starts early، بيبدأ بدري. I wake up early، بصحى بدري. And get ready for school، وبجهز للمدرسة. I wear special clothes، بلبس ملابس مميزة. for my birthday، لعيد ميلادي. my classmates sing، زمايلي بيغنوا. happy birthday for me، عيد ميلاد سعيد ليا. and I give chocolate to everyone، وبدي شوكولاته لكل واحد. the real party، الحفله الحقيقيه، starts at home، بتبدأ في البيت. in the evening، في المساء. and all my best friends come، وكل اصدقائي المفضلين ليا بيجوا. اسئله القطعه. This year خالد got a bicycle for his birthday، يعني حصل على عجلة. خالد gives Noah to his classmate، بيدي chocolate شوكولاتة. Where does خالد celebrate his birthday، أين خالد يحتفل بعيد ميلاده؟ طبعا خالد بيحتفل بعيد ميلاده في مكانين، هو قال لي الأول
ان يوم مميز بصحى بدري وبروح كمان للمدرسة وببدأ أوزع الشوكولاتة، بيبدأ يقولوا هابي بيرثداي، يبقى ات سكول، وبالليل ات هوم، يبقى في مكانين، ات سكول في المدرسة and ات هوم في بيته كمان. بس الحفلة الحقيقية أقول له ات هوم، لكن مفيش مشكلة أكتب الاتنين. Who comes to the birthday؟ مين اللي بيجي لعيد الميلاد؟ All his best friends. السؤال الخامس، صحح الخطأ. ده طبعا هيجي ان شاء الله السنة دي، سهل وبسيط. If you heat ice، لو هتسخن التلج، it melts، بيدوب. مضارع بسيط، حالات if مضارع، مضارع مع الحقائق، حقيقة، لو سخنت التلج هيدوب. مع ايد بحط الفعل اس في المضارع البسيط. My mom always makes، امي دايما بتعمل البسبوسة، عشان my mom يعني she، بحط الفعل اس. This is the song، دي الاغنية. تبقى which الغير عقل، which I like most، اللي بحبها. How much lemons، لا how many lemons، كم عدد الليمون. Do we need for the lemonade، اللي محتاجينه لعصير الليمون. السؤال السادس، رتب في مكان هنكتب. We have، نحن لدينا. A lot of candles، الكثير من الكاندلز. Are there، هل يوجد. Any lemons، أي من الليمون. How، How many brothers، كم عدد الإخوات. Do you have، اللي عندك. Can I have some honey، ممكن بعض العسل. Please، لو سمحت. Please، لو سمحت. Page 297، 297، اكتب بايوجراف على ايجيبشن فليفرز، النكهات المصرية، سبايسز التوابل، وكوكينج الطبخ. ان شاء الله قريبا النهاردة او بكرة هننزل شرح المهام، فيها البايوجراف والايميل والمدونة والمفكرة والرسالة. السؤال الثامن، بنكتويت علامات ترقيم. احمد وسمير are good friends. احمد الاي كابيتال، سمير الاس كابيتال. في النهاية دي جملة فول ستوب. How was your trip كريم؟ How ال H capital، كيف كانت رحلتك؟ يا كريم ال K capital، وده سؤال يبقى question mark، علامة استفهام. ما دام سؤال يبقى علامة استفهام. ده بالنسبة للامتحان السادس. طب الامتحان السابع، السؤال الأول listen and write T true or F false، استمع واكتب T لو جملة صح or F لو جملة خطأ. نسمع ونحل. I am Ali. I am having an exam next week. I am studying hard for it at the moment. I don't worry about exams. I go outside and do some exercise too. It's good to relax and have fun. يبقى نفس السؤال هيجي لك بس اختياري بس. يبقى علي عنده امتحان بكره، قال له لا نيكست ويك، الاسبوع اللي جاي، تبقى فرصه. هو بيذاكر بجديه، ترو. هو بيقلق، قال لي لا هي دونت وري او هي دازنت وري، ما بيقلقش. هنا قال لي هو بيقلق. اتس جود تو ريلاكس، ترو. السؤال الثاني، تشوز، اختار. ذا سكول، المدرسه. نقط اي جو از نير ماي هاوس، اللي بروحها جنب بيتي. هنا بتكلم عن مكان، بس بتكلم معلومه عن مكان، يعني ايه يا مستر؟ طب واحدة واحدة، هنستبعد هو اللي هي رقم بي، من للعقل ما تنفعش، ونستبعد وين، متى. نستخدم وير ولا نستخدم ويتش؟ نستخدم وير في حالة بقول المكان اللي بتعلم فيه، يعني بقول مكان لغرض المكان. طب بستخدم ويتش لما اقول معلومة عن مكان، وانا بقول المدرسة اللي بروحها جنب بيتي، تبقى ويتش. يبقى ويتش تستخدم في حالة الأماكن عند ذكر معلومات عن الأماكن. The school which، طب إمتى where، لو قلت مدرسة اللي بتعلم فيها.
هاني هاز ان وات ان هيز فوت. هاني عنده ايه في قدمه؟ عنده الم، يبقى بين الم. بيج 298، صفحة 298. هاو اوفن نوت يو، يبقى هاو اوفن دو يو درينك تي، كم مرة بتشرب شاي؟ ادي قال له توايس ادي، مرتين في اليوم. داز مع يو شو ات، دو مع الباقي. داليا از ميكينج ان وات اوف هير فيفورت سونجز، يبقى بلاي ليست، بتعمل قائمة تشغيل اغانيها المفضلة. لسن، استمع، دي كلمة من كلمات المضارع المستمر. ذا بيبي از كراينج، الطفل بيبكي. اون ذا سكند فلور، في الدور الثاني. ماي فريند، صديقي، از فيري نوت، هي از وورد اند ازنت كام، يبقى نيرفس، هو متوتر، هو قلقان ومش هادي. تايدي از ذا اوبزيت اوف تايدي، عكسها ميسي، مرتب عكسها فوضوي، تايدي عكسها ميسي. داز يور فريند اوفر يو ا درينك، يبقى هل صديقك بيعرض عليك مشروب؟ وين يو فيزيت هيم، لما بتزوره، مضارع بسيط. اي ويل زي الفعل بدون اضافات. السؤال التالت وصل، دي داليدا فايند هير بوك، هل داليدا لقت كتابها؟ ذا شيب didn't ليف ذا بورت، السفينه ما غادرتش الميناء. ايجيبت از فيمس فور اتس سبايسز، مشهوره بتوابلها. هاو دو يو سيلبريت، كيف تحتفل؟ يور birthday، بعيد ميلادك. السؤال الرابع قطع عليها اسئله، اقرا القطع ونترجمها ونحل الاسئله. شرم الشيخ is a beautiful town in Egypt، مدينة جميلة في مصر. It is in the east of Egypt، في شرق مصر. It has a nice weather، فيها طقس جميل. Tourists from all over the world، السياح من جميع أنحاء العالم. Visit it، ادي عايد على شرم الشيخ، بيزورها every year، كل سنة. شرم الشيخ has a lot of things، فيها الكثير من الأشياء. To do، القيام به، أو يمكن القيام به. Tourists can go diving، السياح ممكن يذهبوا للغوص. ان ذا ريد سي، في البحر الاحمر. زي كان جو شوبينج، ممكن يذهبوا للتسوق. اد ديبارتمنت ستورز، في المتاجر. تورست ستي ان هوتلز، بيقعدوا في فنادق. شرم الشيخ از ا جرين تاون، مدينه نظيفه. هنا جرين بمعنى نظيفه، تعتمد على ايه؟ على الطاقه النظيفه. ممكن اقول مدينه خضراء بيها اماكن زراعيه. ات هاز، هنا مدينه خضراء بيها اماكن زراعيه. ات هاز ا لوت اوف تريز، فيها الكثير من الاشجار. عشان اقل اشجار يبقى اقصد هنا في اماكن ايه؟ زراعيه. We should keep this town clean، ينبغي ان نحافظ على هذه المدينه نظيفه. Tourists say it's، يقول السياح ان. One of، هي واحده من. The most important towns، اهم المدن. To spend the winter holiday in، عشان تقضوا الاجازه فيها. شرم الشيخ has warm weather، فيها طقس دافئ. In winter، في الشتاء. People in شرم الشيخ are friendly، الناس في شرم الشيخ ودودين. It's an important town for tourism، هي ايه؟ هي مدينة مهمة للسياحة. يبقى أسئلة القطع، النوع الأول تشوز، اختار. شرم الشيخ is in the east of Egypt، شرق مصر. هنا اتعايد على شرم الشيخ. Where can tourists stay in شرم الشيخ، فين السياح يقدروا يقيموا في شرم الشيخ؟ هقول in hotels، في الفنادق. What do tourists say about شرم الشيخ، السياح بيقولوا ايه عن شرم الشيخ؟ بيقولوا ايه؟ It's one of، واحدة من. The most important towns، واحدة من أهم المدن. To spend، عشان تقضي. The winter holiday، أجازة الشتاء. إن فيها. السؤال الخامس، أكمل القطع بالكلمات. Buildings، مباني. كمبيوتر، كمبيوتر. بلاي جراوند، ملعب. Library، مكتبة. My school is very big، مدرستي كبيرة. It has two buildings، فيها مبنيين. نرقم. I play football in the playground، بلعب كرة القدم في الملعب. Students can play basketball and tennis، ممكن يقدروا يلعبوا كمان الباسكتبول والتنس. I go to the IT building، بروح لمبنى الـ IT to use the computer، عشان استخدم الكمبيوتر. Mr. أحمد is a teacher، هو مدرس. Who always helps us، اللي بيساعدنا. I like him very much، بحبه كتير. السؤال السادس، رتب. Mom، طبعا اكتبه أفضل. Isn't making the cake
now our apartment is in the city center. How often does your teacher give you homework? How long, كم المدة, did they stay in the desert, قد ايه قعدوا في الصحراء؟ السؤال السابع ايميل هنشرحه ان شاء الله بالتفصيل في فيديو منفصل. السؤال الثامن بانك تويت, علامات ترقيم, I went on a fluke on the Nile, هنا الاي كابيتال ونايل الان كابيتال, الاماكن المشهوره الفريده زي نهر النيل زي البحر الاحمر لازم كابيتال, ودي جمله, از الاي كابيتال, از شي ليفينج ان نيويورك, نيويورك اسماء المدن برضو كابيتال, علامه استفهام موجوده, هل هي بتعيش في مدينه نيويورك؟ كده يبقى خلصنا الامتحان السابع, خدنا 3 امتحانات الخامس والسادس والسابع, مش هنطول اكتر من كده, نتقابل ان شاء الله في فيديو باقي الامتحانات اللي موجوده في كتاب بيت بابيت, وكمان في حل امتحانات المراجعات, وكمان شرح الباراجراف والايميل. ما تنسوش تعملوا اشتراك للقناه ولايك وشير عشان يوصل لكم كل جديد, والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.